بمشاركة 50 شركة محلية انطلقت فعاليات معرض صنع في العراق الأول. وزارة الصناعة والمعادن نظمت هذا النشاط بغية تحقيق تقدم في ملف دعم المنتج المحلي الذي غيبه المستورد، فلا قوانين ولا دعم ولا حماية للمنتج الوطني. من عام 2015 و2014 الحكومة العراقية فعلت 4 قوانين: قانون حماية المنتج، وقانون حماية المستهلك، وقانون التعريفة الجمركية، وقانون مكافحة الإغراق. هذا الموضوع عبارة عن سلسلة قوانين تأكدوا لو نفذت بشكل سليم ستحمي المنتج وستحمي المستثمر وستحمي المواطن، وبنفس الوقت ستقدم خدمة لوزارة الصناعة كبيرة جدا. ويعتبر العراق أحد أهم البلدان المستهلكة في المنطقة وسوق مفتوح للدول المجاورة، فالكثير من الضغوطات والتضييق يمارس ضد من ينوي إعادة تشغيل المصانع والمعامل بهدف الحفاظ على مستوى الاستهلاك، وخير دليل على ذلك معامل نينوى المدمرة. أكو دول ما تريد العراق يتقدم صناعيا، تريد العراق يبقى سوق يستهلك منتجاته، ولذلك أمانة هي علينا احنا كمسؤولين، وخاصة الإخوان بمجلس الوزراء بالبرلمان، انه لابد ان نحيي الزراعة والصناعة والموارد الأخرى. اغلب شركات وزارة الصناعة دمرت بسبب اعمال الحرب. هذه الشركات تحتاج الى مبالغ طائلة لإعادة حياتها للتأهيل. سيدي العزيز، كما تعرف الصناعة العراقية مرت بعصور، عصر الحروب، عصر الحصار، كل هذه أثرت على الصناعة، على حالة المعامل الفنية. اختلاف الأسعار والجودة بين المنتجين المحلي والمستورد يدفع المواطن إلى اختيار الأنسب سعراً، فيما يرى البعض أن هناك منتجات محلية ليست بالمستوى المطلوب وتحتاج إلى تحسينات لكي تلقى إقبالاً في السوق. كل الدول حالياً احنا متاحين لجميع الدول بالاستيراد، احنا مفتوحين، ما عندنا سياسة اقتصادية قوية تخلينا أي منتج يطب داخل العراق عليه ضريبة وعليه يعني غرامات حتى يصعد سعره والمواطن يتجنبه ويراعون السعر المنتوج المحلي. عبارة صنع في العراق غابت عن أغلب البضائع والسلع في البلاد وحل محلها المستورد، في وقت تسعى فيه الوزارة من خلال معارض وأنشطة إلى إعادة الثقة بالمنتوج الوطني التي فقدت منذ سنوات بسبب الظروف التي عصفت في العراق. من الموصل محمد طلال، قناة زاكروس الفضائية.